نجوم عرب يؤمنون بالسحر والأعمال، وإحداهما جميلة لم تتزوج لهذا السبب. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. تختلف طقوس النجوم العرب عندما يتعلق الأمر بالسحر وأعمال الشعوذة وغيرها، إلا أن عدد كبير منهن يؤمن بهذه الأفكار ويلجؤون لبعض المتخصصين لحل المشكلات التي تواجههم. فالممثلة الشابة حورية فيرغلي أكدت أنها تعاني في حياتها من الكثير من المشاكل بسبب السحر، وأنها لجأت لمشايخ وقراءة أذكار للتخلص منه، لكنها لم تنجح على الإطلاق في ذلك، وهذا هو سر مرضها الدائم وعدم زواجها. وكذلك بالنسبة للفنانة المغربية دنيا بطمة التي تم اتهامها بسرقة محمد الترك عن طريق السحر والأعمال، حيث أكدت زوجته الأولى منى الصابر أن زوجها كان يحبها، لكن الوضع تغير مؤخرا والسبب أن دنيا بطمة سحرتها. على نفس النهج اتهمت رانيا يوسف طليقة زوجها النجمة نادية الجندي بممارسة السحر والأعمال لتخرب عليها حياتها الزوجية، وكان هذا سر طلاقها من المنتج محمد مختار، حيث تغيرت حياتها بالكامل خلال أسبوع. أما حوادث النجوم الرجال فوقعت بالصدفة، ومن بينهم النجم الراحل عمر الشريف، حيث تنبأت له عرافة بنجاح لا مثيل لها. شكرا على حسن متابعتكم، ودائما الجديد عبر قناتكم قناة كوكب الفن. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.